نور بعد نور. يعني الأستاذة أمنة نصير كانت مشرفاني الفقرة اللي فاتت، فيعني منتهى النور، والنور بقى كمان هل علينا بوجود مولانا الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة والفقرة الطيبة. شرفتني يا مولانا وأرثتني. الله يخليك يا أستاذنا. حضراتكم معودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا دايما كده في دعوة بندعيها لبعض، ربنا يجعلك من أهل الخير. نعم. إحنا مش عارفين مين هم أهل الخير. أهل الخير هم أهل الفلاح، هم أهل النجاح، هم أهل التوفيق، هم أهل السداد، لأن الله سبحانه وتعالى قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالفلاح لا يأتي إلا من فعل الخير، ولذلك سيد الوجود صلى الله عليه وسلم كان دائما يفعل الخير ويحث على فعل الخير. وعندنا يمكن مثال كبير من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة عجوز وهي تحمل حملا ثقيلا على ظهرها ولا تقدر عليه، فحمله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فصار معها حتى وصلت إلى البيت، فعايزت ترد له الجميل، فأرادت أن تعطيه أعظم نصيحة تقدر عليها، فقالت له يا ولدي أنصحك إن هناك شاب يدعي أنه نبي اسمه محمد، فإذا رأيته فلا تتبعه. فقال لها أنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوفي حضرتك بقى فعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع اللي فيه خلق طيبة الست المحتاجة. احتاجت لأمر لمساعدة، فهو قام بالمساعدة لها وهو ما يعرفهاش. بالضبط. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى آل على نفسه ألا يعذب من يقضون للناس حوائجهم يوم القيامة، وأن يكونوا على منابر من نور يوم القيامة. مكانة عالية جدا، مكانة يعني يمكن لا تأتي بها الصلاة ولا الصيام ولا أي شيء من العبادات يأتي بمثل ما يأتي فاعل الخير أو من يقضي للناس حوائجهم. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين كان في المسجد ووجد رجلا مهموما فقال له ما لي أراك مهموما، أعليك دين؟ قال له نعم، إن علي دين لفلان، أتقدر أن تذهب معي إليه؟ فخرج من المسجد وكان معتكفا. فحينما خرج قالوا له أتدري أين تذهب؟ أنت رايح فين؟ أتدري ماذا أنت فيه؟ أنت معتكف دلوقتي في مسجد الرسول. فقال لهم سمعت صاحب هذا المقام منذ عهد قريب وهو يقول من سعى لأخيه في قضاء حاجته كان أفضل من الاعتكاف في هذا المسجد شهرا كاملا. يعني الاعتكاف في شهر في مسجد الرسول شهر بألف شهر في أي مسجد تاني، لأن العمل فيه بألف عمل. خدت بال حضرتك؟ يبقى إذن العمل الخير عمل الإنسان، الناس كلها تحتاج إليه. وحتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل يا رسول الله ما أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطعمه إذا كان جوعان أو تؤدي له حاجة أو تؤتي له حاجة. يعني كلام يعني سبحان الله كله في قضاء حوائج الناس. إذن الإنسان فينا المفروض يبقى عارف إيه قيمة الحياة. يا ما ناس عايشة، يا ما ناس تمتلك، يا ما ناس في أماكن مرموقة، لكن هل يقضي حوائج الناس ولا لا؟ هو ده قضاء حوائج الناس، ده حب الخير، ده عمل الخير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن لن أنال الفلاح إلا إذا قمت بفعل الخير في أي أمر من الأمور.
أي أمر لا أستقله حتى التبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إعطاء السائل صدقة، كل دي صدقات. أي شيء بيكون صدقة تنفع الإنسان في آخرته وهو عمل من أعمال الخير. طيب في تقرير دلوقتي هنشوف من خلاله عمل خير ونقتدي كده بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي ساعد الست اللي ما يعرفهاش خالص وحللها مسألة، فيا رب نقتدي بيه في التقرير اللي جاي ده إن شاء الله. نشوف التقرير بعد إذن حضرتك. تفضل. هنشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا تاني مع مولانا الشيخ محمد رضا. اتعلمنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفر بئر ماء فلم يشرب منه طير أو إنسان أو جن، يعني زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في كل كبد حرى أجرى. افعل واقضي واجتهد في دنياك بالأعمال الصالحة لتنعم بسعادة الدنيا والآخرة، وكلنا في الخير فريق ونبض الحياة في الطريق. واحنا كل يوم بيجي لنا نداءات من قرى وقفور ونجوع في انحاء الجمهوريه. في عزبه الوقف تبع المركز الوسطى في محافظه بني سويف. احنا دلوقتي في عزبه ادم قريه اطواب مركز الوسطي محافظه بني سويف. 35 بئرا ب 35 فرحه، ب 35 سرور، ب 35 سعاده. من توفيق ربنا سبحانه وتعالى للإنسان إن هو يوفقه في اختيار نوع الصدقة اللي يتصدق به، وكمان من أعظم التوفيق المكان كمان اللي هتعمل فيه الصدقة فيها. الأم أو الست اللي بتقطن هذا البيت يمكن عندها والعياذ بالله مشاكل على القلب، فشوف توفيق ربنا سبحانه وتعالى إن بير المية ده يتعمل جنب المسجد. العظمة بتاع العمل الصالح ده إن هو أول مستفيد منه أرملة وأيتام. البير موجود على شارع رئيسي زي ما حضراتكم شايفين، بعمل واحد بس نفعت كام واحد من الأحياء ونفعت كام واحد من الأموات. كلما نظرت إلى المحتاجين نظر الله إليك. والبقر اللي ما كنا بندوخ عليه والله أنا تعبانة، النقلة والتانية بتعب عندي والله، روماتيزم على القلب بجد والله. كنا بنمشي حوالي 3 كيلو قبل ما نجيب له مرض، ناخد العربية نملى جلاكن، نعدي طول النهار نملى مية من بره من الطرمبة. كنت بسابيع الصغيرين بخش أملى من جوه العزبة خالص. دعا ربنا وقال له يا رب أنا محتاج للمية، محتاج لبير ارتوازية، فربنا سبحانه وتعالى اختصك واختارك ودله على عنوانك وقال له هو ده عبدي لا تقضى على يديه حاجته. عشان احنا بنسمع بقى منهم كتير، فانا حابب لحضراتكم ان انا اقول لكم الصوره، تعالوا معايا نشوف. هم كده بيرحمونا احنا، وبقول لكم والله المشروع اهو. شكرين قوي على الميه اللي جاتنا دي، حل ازمه كبيره لينا بصراحه ان بقى في ميه في المكان اللي احنا قاعدين فيه. بير ميه اللي حضراتكم شايفينه ده بيمثل حياه للناس كلها هنا. هنيئا لهذا الرجل الصالح. شكرا استاذه مريم. شكر الله عز وجل لك وجعل هذا العمل في موازين حسناتك يوم القيامه. نشكر الاستاذ احمد عبد العظيم والاستاذه صفيه هاشم، لانه الناس جا ركبوا لنا ميه واحنا كنا بنشرب ميه ملوشه من الترعه. ونشكر الناس اللي هي ماشيه وراهم في الخير دي اهي. شكرا نبض الحياه. شكرا ليكم، هديتكم وصلت ولسه في انتظار المزيد من دعمكم. لسه محتاجين خزائن خير تتفتح عشان تدخل فرحة وسرور عليهم. في ناس هنا محتاجة كمان، مياه كتيرة وناس غلبة في البلد والله كتيرة محتاج. أبواب الخير اللي محتاجاكم كتير جدا، فما تتأخروش. مولانا طبعا ربنا يا رب يكرم كل الناس اللي عملت خير لناس ما تعرفهمش وفي ميزان حسناتهم
لانهم اقتضوا بسيدنا النبي زي ما مولانا قال في اول الفقره. انا توقفت قدام بعض الابيار مكتوب عليها اسامي اخواتنا المحسنين. نعم. وفي بعض الابيار مثلا السعاده الاخرويه والكوثر الصابرين الصابرين مش كاتبين اساميهم. اخواتنا بقى دول بيبقى ايه؟ اولا الكل له اجر، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني ابداء الصدقه او اخفائها فهو شيء محمود خير. لكن احنا يعني كلمه السعاده الاخرويه يعني انا عايز بس اما نتكلم نكون بنتكلم بمشاعر وباحاسيس. انا بحس ان اللي كتب السعاده الاخرويه هو سعيد ان هو ربنا وفقه ان انفق وعمل بير للناس تشرب منه فسماها سعاده اخرويه. فعلا انا بهنيه وبقول له فعلا دي سعاده اخرويه وباب من ابواب الجنه. ليه؟ لان من ضمن ابواب الخير اللي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال عنها ان من ابواب الخير هناك باب الصلاه يدخل منه الذي يواظب على الصلاة، باب الصيام يدخل منه له باب يقال له الريان، باب الصدقة يدخل منه من يتصدق. فشوف حضرتك اللي تصدق ده ليه باب، هو باب من أبواب، فهو سماها السعادة الأخروية. فعلا هي سعادة لأن ربنا وفقه إن هو ينفق هذا في سبيل الله. طيب الثاني اللي بيقول الكوثر، ليه اختار اسم الكوثر؟ إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يعني الكوثر ده نهر في الجنة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهر الكوثر ده يعني حيكون شيء مخصص لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيلي حضرتك إن هو يختار شيء الإنسان يتذكر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتذكر به الآخرة. بئر الصابرين، لو الإنسان ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيوة. فهو تخيل حضرتك يقول بئر الصابرين كأنه هو كان عنده شيء ربنا اختبره فيه وهو بيقول أنا صابر يا رب وعايز أترجم لك عن صبري ده بأننا راضي وأننا بعمل فعل الخير فأنا حسمي البئر ده بئر الصابرين. فتخيل حضرتك كل واحد بيختار الاسم، واللي كتب حضرة النبي وآل البيت. أيوة. ما هو ليه كان لسه معروض على الشاشة حضرة النبي وآل البيت. طب اللي بكتب حضرة النبي وآل البيت ده أما أنا بشوفه أقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللي بيملى بيصلى على سيدنا النبي، واللي بيبص عليه بيصلى على سيدنا النبي، بياخد هو ثواب بئر فاعل خير. وفاعل خير ايه؟ واحد يبقى فيه اتنين وفيه تلاتة وفيه لما رقم يبقى ده عمل اكتر من بير. أيوة. فتخيل حضرتك ويقول فاعل خير. طيب انا بقول لك يا فاعل الخير ان شاء الله ابشر بالخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. انت فلحت، انت ربنا اكرمك، انت كنت بئر الكوثر اهو. وادي الكوثر اخدت من حضرتك. أيوة. وكثير وكثير. لكن انا عايز اشير لحاجة هنا مهمة جدا للسادة المتبرعين مع مؤسسة نبض الحياة. بقول لهم العمل بتاعنا اللي بيقوم بالتوثيق بتاعه لحضراتكم السادة العلماء بنفسهم. ما حضرتك احنا شفنا حضراتكم وحضرتك كنت موجود في التقرير. ليه بقى احنا دايما نحب نشوف وبعدين بنبحث يعني المياه دي صالحة ولا لا، ونشوف دول يستحقوا ولا لا. يعني مش اعتباطا كده، مش لا ما بنكتفيش، لا لازم بنبحث ونشوف ونتحرى الدقة في كل شيء. فعلشان كده احنا بنوثق للناس عملها. طب لو هم جم بقى معانا احنا نكونوا في قمه السعاده. ده حضرتك دايما بتؤكد وتدعو اي حد عايز يعمل خير مؤسس نبض الحياه بالذات. انا بدعو لها ليه؟ لان انا عايز انا لما حد هيجي ويشوف الناس زي ما بشوفهم بدل ما هيعمل بير هيعمل اتنين وهيعمل تلاته، وبدل ما هو اللي بيعمل هيقول لاصحابه واصدقائه وقرايبه وزملائه يلا نعملوا بير، يلا نشترك ونعمل بير. مش حضرتك لما بيكون في حد عنده يعني مشكله ماليه او عايز عنده حاجه مطلوبه منه يقول لك طب انا ما معيش المبلغ، طب انا اعمل جمعيه. بيعمل جمعيه مع اصحابه وفي اخر الجمعيه مثلا او في اول الجمعيه بياخد المبلغ، اللي عايز ب 10,000 بيعمل، واللي عايز ب 50,000 بيعمل. أيوة. واللي عايز ب 100,000 بيعمل. واحنا كأسر انا مثلا بفكر ولادي اقول مريم قولي لجوزك وهاتوا كذا عشان كذا، عبد الرحمن ومراته هاتوا كذا عشان كذا. فانا حتى بشجع ولادي وباخد الثواب بالظبط معاهم. يعني حضرتك يعني انا اعرف واحد ربنا يكرمه ويجزيه كل خير، اما كان يلاقي فعل خير بيروح على ولاده كلك في البيت وزوجته وامه ويقول لهم ايه في المسجد محتاج كذا،
او فلان محتاج كذا، لانه بيحب اهله فعايزهم يشتركوا معاه. ايوه معاي. تلاقي ده مطلع وده مطلع وده مطلع وده مطلع، واحد عايز دواء، واحد عايز علاج، واحد عايز مساعده، واحد يعني ايا كانت المساعده، ايا كان عمل الخير. وافضل اعمال الخير هو ايه؟ سقي الماء. طبعا. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن افضل الصدقات يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم سقي الماء. واظن احنا عارفين الرجل الذي كان به قرح، مش عارف انا قلت مع حضرتك قبل كده، قلت لنا على الرجل الذي قال له ان والدتي توفت وعايز اعمل لها خير بعد مماتها. فاشار اليه بحفر بئر. حفر بئر. لا في واحد بقى كان عنده قرح وظل 6 أشهر يذهب الى الاطباء، وكان طبعا من الامراء ولم يشفى، فذهب إلى عالم قال له إنني قد ذهبت إلى أطباء كثيرون ولم أجد شفاء ولا دواء، ماذا أفعل؟ فقال له ابحث عن أناس يحتاجون إلى ماء واحفر لهم بئرا، فإنه بأول قطرة تجف هذه القرح. فذهب إلى مكان وحفر بئرا، وكان مع خروج الماء تجف القرح من هذا المريض. إذن إذا استعصى المرض على صاحبه فعليه بسقي الماء، فإن سقي الماء لمن يحتاج إليه شفاء للعضال من الداء. ربنا يجزيك خير والله يا مولانا على تذكرتنا بالحاجة العظيمة دي، إن اللي عنده مريض يروح يحفر بير أو يروح يعمل وصلة مية مع نبض الحياة. وتليفوننا 15-740. اولا المصداقيه، يعني لهم من المصداقيه، يعني انا شفت بعيني ورحت بنفسي وشفت، وحضراتكم يعني ما فيش حد بيقول لكم اهو دعوه، اللي عايز يعمل اي خير يجي معانا في اي حاجه، اذا كان بقى وصلت ميه، اذا كان حفر ابار، اذا كان نخيل، تعالوا بنفسكم شوفوا الخير اللي بتعملوه بعينيكم رايح فين. يعني كان لازم اقول كده. انا كان حضرتك يمكن انا من الناس المتبرعين الكبار اللي ذهبوا معايا، طبعا اظن انت عارفه الحاج فريد الله يرضى عليك، والنبي طمنا عليه. الحمد لله احسن. والحاجه تهاني اكبر من المتبرعين وكان معايا كمان متبرعه راحت عامله لوالدتها وصلت ميه بقى. والدتها والوالدتها والزوجها الله يجزيها خير، ولها اولادها خدت بالك، او عامله وصلات وجت بنفسها تشوف. كانت دعوه رائعه، واحنا دايما بنقول للناس تعالوا معانا وشوفوا، وهي دعت الناس بنفسها لانها شافت الخير وبتتمنى ان هي تستزيد من عمل الخير. فاحنا مع مؤسسه نبض الحياه بنقول لكم اتفضلوا، احنا منتظرينكم، وتعالوا معانا وشوفوا الخير بنفسكم. انتوا هتدعوا الى الخير زي ما احنا بندعو اليه، انتوا هتدعوا اليه ان شاء الله يا رب. وربنا يتقبل منا ومنكم اجمعين. بس مش عارف حضرتك تذكرني بالرقم 15-740، ده الرقم المفروض نتصل بيه دلوقتي. 15-740 عشان اللي ايه بيتصلوا بيها مفرط، لان قالوا لي قبل كده في ناس عايزاها مفرط. 15-740 15-740. بشكر حضرتك يا مولانا، شرفتني وانستني، وربنا يا رب يعني يخليك لينا. ربنا يبارك فيك يا استاذ، الله يخليك. للاسف الفقره خلصت، استنيني الفقره الجايه بقى يا جمال. الفقره الجايه خليها مفاجاه.